هذا سؤال مليح. هذا السي عبد الرحمن ياسين، انت امازيغي، علاه راك تهضر بالعربيه؟ اهضر بالامازيغيه. اولا ما نهضر القبائليه لا شويه، وهذا مو الخطا نتاعي، مو الديفو تاعي. نهضر بالعربيه باش يفهموني الماكسيموم نتاع الناس. نهضر لغه اخرى ثاني، نهضر الفرنسيه. امازيغي هذا دم وعرق واصل. اللغه من مكونات الثقافه الامازيغيه، ربما بعض المجتمعاتيين يعتبروها من مكونات الشخصيه. انا نقول لا، من مكونات الثقافه، انها مش من الشخصيه. تاريخنا يكون الشخصيه تاعنا. دونك ماشي تقول لي ارواح اهضر بالامازيغيه. والامازيغيه باش تكون في علمك السياسيين الفهم، الامازيغيه اللغه مازالت ما كانتش. عندنا اللهجات المنبثقه عنها، الشاويه، القبائليه، المزابيه، الزناتيه، الشلحيه اللي هي في المغرب الجويلي، فكره ثاني تاع التوانسه ما عرفتش اسمها، لو ليبيك تاع الليبيين ثاني. دونك الامازيغيه اللغه اللي تهضر عليها مازالت ما تاسستش. والهدف والشرف يكون للناس اللي حين يحكموا الحكم ويأسوا اللغه الامازيغيه ويرجعوها هي اللغه الاولى والرسميه نتاع بلادهم، ميم سي صادير 20 سنه 30 سنه. معليش وي بو علام، انا ثاني جي با ريوسي نعطيك لو ليان تاع زوم. دو تو فاصون لو بروبليم هذا اون فا لو ريغلي بربي ان شاء الله. مي سي تو فو نبعث لك النيميرو واتساب، سي تو فو بارتيسيبي ادخل معايا الواتساب، عيط لي في واتساب سي تو. Voilà, je t'ai envoyé H1A. Chauffe. Tiboun devrait mettre la kippa sur sa tête car personne ne lui dira quoi que ce soit. Il faut être conscient de la société algérienne musulmane et soumise à ses maîtres, à savoir les juifs d'Algérie. C'est même pas les juifs, c'est les juifs, c'est les colons d'Algérie. En fait, ceux qui étaient téméraires et qui n'ont pas voulu quitter l'Algérie. De toute façon, c'est une opération de renseignement de De Gaulle. Alors, Nigel Kumara De Gaulle, c'est un grand homme sur le plan technique, sur ce qu'il a fait pour son pays, etc. C'est vraiment quelqu'un. D'ailleurs, ma chèque n'a rien, n'a rien de gore. Si on n'a rien, je ne sais pas. C'est pourquoi, en anglais, comme Tawr 54, Tawr Moubjala, Natija Mtaha, Moujahala. Ça veut dire, Masqalina, Matmet Tawr, Hawluha Tawr, ou Tawr Mazel Tsarit El Mufoul, il a un stakil, il a un stakil, il a un stakil, il a un يعمل تحت أوامر سياران كفيل بالحصول على الحرية. خنش لي ما تقدرش، شوف السياسة في ظل نظام استعماري ما تكونش محال، استحالة تقدر تخلق حزب سياسي. شوف كون مثلا درك الجزائر تولي عندها قوانين تاع حزبية أو تريك نورمال اكسترا، معليش ندخلوا في المجال والنضال السياسي. احنا النظام اللي حاكم الجزائر استعماري، يحط قانون وما يستعرفش به. صادر يجي غدوه يقرر، قال انت الحزب نتاعك ما يزيدش ينشط، ويدي الممثلين نتاعك للحبس مثلا على اخلال بامن الدوله. كيف اعطينا لي بروف؟ ما كاش. احنا قلنا خنشلي البلاد لازمها تصورة باش تولي دولة قانون. العامري نوطي 06 الله تعالى نسيت النمرة تاعي هاي والله غادي خاصنا نسيت نتفكروا. بوكو دوديتور عندهم اللي شاف يعني النمرة تاع واتساب يعطيه له، انا نسيته. 06 50 04 53 28. وي مدام دنيا وي اون بو الي بلو لوان في شي هذا. دونك اليوم حقيقة حبيت موضوع، دونك ولينا صوت الشعب، مجانية التعليم العالي. والله غير نجاوبك، نورد افريكان مجانية التعليم العالي. أولا قبل ما نسأل على المجانية نسأل على لاكاليتي تاع التعليم العالي. أخويا
انا ندير التعليم العالي هذا مجاني، والطلبه تاعي نزيد نعطيهم ان بري سالير بالعربيه، بري سالير راه ما على بالك فيه يقولوا له، معناتها ماشي خلصه لكن شبه خلصه، ونطلع من لا كاليتي دو لونسينيومون، لانه التطور نتاعي ما راح يجيني غير من الجامعات، ما يجينيش من جهه اخرى. اطارات نتاعي تجيني من الجامعات، المهندسين من الجامعات، الاطباء من الجامعات، الفراملة كيما نقولوا حنايا الباراميديكال من الجامعات، لي انستيتيو، لي زيكونوميست، لي سوسيولوج، لي نمد ان بري سالير. نقدروا نخمو قال في ان سيستم دو كريدي بار اكزومبل، بصح لو بري سالير ثاني هذا يمشي مع النقاط نتاع الطلبه. نقدروا نتفاهموا على ان بري كريدي، لي بانك يديروا دي كريدي ديتود اتو زيرو بار اكزومبل. يا بوكو دو ميكانيزم نور افريكان qu'on peut créer sur le plan financier à condition que l'étudiant تاعي كي ولد الفقير كي ولد الغني عندهم نفس الحظوظ في الدراسات العليا وفي اكبر المدارس حسب الطاقه اللي عطاها لهم ربي. ضايحنا الموضوع هذا في البرنامج تاعنا تاع جبهه القوى الحيه، نحكيوا عليه من الطفل اللي يكون في كرش يماه وهو تحت حمايه الدوله، لانه هذا هو العنصر التطوري، هذا هو القوه تاعنا. il n'est de richesse que d'homme. هل حمروش لديه حلول دون تدخل المؤسسة العسكرية؟ وي وي، حمروش دون الضغوطات عليه، حمروش إنسان كون يحكم مثلا قيادة الجزائر وما تكونش عليها تشيكير عنده حلول أي لإكسلا. بون ماتنون كيفاه عاش في وسط النظام الجزائري، واش كان واش ما كانش، كاس كي سي باسي، واش صرا اكسترا، لكن ككفاءة وي. انا غدوه واحد كيما حمروش رئيس جمهوريه في الجزائر نوضع الثقه تاعي فيه، لانه تكنوقراطي و داير كيما قال لكم، هو كاين حوايج نقدر نهضرهم حوايج ما نقدرش نهضرهم. وقلت له انا جاوبته هذاك الوقت، قلت له سي حمروش حنا بربي ان شاء الله نحرروا الجزائر وتقدر تقول كلش باللي تقدر تهضروا باللي كنت ما تقدرش تهضروا. مشروع النووي، والله يا جماعه شوفوا يرحم باباكم كريم طابو دميه بونطان